على بركة الله متابعينا الكرام، نتواصل مع المركز مع الشوط السابع. هذا الشوط مخصص للأبكار الفطامين، المسافة هي 1500 متر. نتمنى التوفيق للجميع. نفتتح الإذاعة بالشاهني محمد بن ناصر بن خليفة، المركز الثاني للطام حمد بن حامد بن حنبل الجنيبي، المركز الثالث زعفران سيف بن ناصر بن سيف، تابع المركز الخامس ما شاء الله، تابع المركز السادس رقم 8، تابع المركز السادس رقم 8 العاصوف فهد بن سيف بن حمود، ما شاء الله تبارك الرحمن، تدخل خطير على المركز الرابع والثالث. تابع لي هذا الشعار، هو يتسلل تسلل خطير رقم 8 شاهنية، يا سلام الشاهنية لسالم محمد بن سالم الدرعي، تسللها خطير من المركز الثامن، انتقلت إلى المركز الثاني مباشرة، ما شاء الله يا الشاهنية سالم محمد بن سالم الدرعي، بينما الشاهنية محمد بن ناصر بن خليفة في الصدارة، ولكن الشاهنية سالم محمد بن سالم على المركز الثاني على المركز الثالث. نسير مع الطامة حمد بن حامد بن حم الجنيبية، المركز الرابع نتواجد مع زعفرانها سيف بن ناصر بن سيف، مركز الخامس شاهني ناصر محمود بن ناصر الدرعية، مركز الخامس شاهنية ناصر معيوب بن سرحانة الدرعية. هذه هي الأسامي، ولكن التغيير ما شاء الله، قلت يا مصور ركز على هذا الشعار رقم 8 من المركز التاسع، انتقالة قوية حتى الصدارة، تغيير كلي، الشاهنية سالم محمد بن سالم الدرعي هي التي تقلب موازين الشوط، المركز الثاني وصلوك الربع زعفرانة سيف بن ناصر بن سيف الدرعي، ما شاء الله زعفرانة 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 تقلب الموازين سيف بن ناصر بن سيف الدرعي، ما شاء الله، سلام والناموس سلام والناموس سلام يا راعي زعفران سيف بن ناصر بن سيف الدرعي. أما المركز الثاني، المركز الثاني كانت فيها الشاهني سالم محمد بن سالم، المركز الثالث الشاهني محمد بن ناصر بن خليفة، المركز الرابع كانت فيها رقم 5 الناموس يا زراعي زعفران، توقيت 2:10:44 جزء من الثانية، 2:10:44 جزء من الثانية.